السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بأحلى ناس وأحلى متابعين خليل جيمينج، ونتمنى هالسلسلة نايلة على إعجابكم. وطبعا اليوم اللي عندنا كيف نسوي ريكفر حق الاقتصاد. طبعا أنا أتصور بتصير حلقتين ثلاث قبل لا نبدأ، أو يمكن حتى قبل صراحة على الاير بولوشن، قبل لا نبدأ نسوي مجموعة أشياء. خلي أوقف اللعبة، انا ضفت شويه من مناطق سكنيه وانتو مش موجودين وياي، وضفت هني كول باور بلانت بما اني انتج انا هني فحم اليوم. زين انتجت عفوا وضعت محطات طاقه فحم، لكن شو سوت لي محطات طاقه؟ لان مكانها غلط، اللي صار الاير بولوشن قاعد يجي على المدينه كامله. وفي حد كتب لي على فكره في الكومنت شيء ثاني، القطار حد كتب لي انت مش شابكنا فما قاعد يشتغل، فشبكناه بطريقه شويه ملتويه اللي هو الكارغو. انزين ففعليا اشتغل وصار عندي اشياء قاعد تطلع من المدينه بعد كتصدير كصادرات. فالايكونومي عندي بشكل عام قاعد يتعدل لكنه بعده سيء. لكن شوفوا بما ان اللعبه جديده موازنه بعض الاشياء قد تاخذ شويه وقت، وانا اوكي مع الموضوع هذا. لكن محطات الطاقه انا راح احولها لهذه ولا لهذا المكان اللي هو طبعا في النهايه نحن الهدف الاسمى مالنا ان نكون بدون بولوشن طبعا. زين لكن ما شاء الله عليكم اتعلم منكم من الكومنتات اكثر ما تخيلون. زين بنشتري هذه المنطقه على اساس نقدر نكملهم، للاسف يعني مش من كثر المناطق اللي عندي. لازم اخذ منطقتين بس ما عليه، تسوى بس اني اوقف الاير بولوشن عن المدينه لان الناس بتصيح الحين من اير بولوشن. يا لب قلبكم الصراحه على المتابعه وعلى الانتباه للتفاصيل اللي اسويها والكومنتات، تراني اقراها ومستفيد منها صراحه. لكن انا حبيت اني ما اقعد اطالع وايد توتوريالز حق سيتي سكاي لاين بينما نحن بس شو نسوي. حبيت استكشف اكثر من اني اشوف فيديوهات صراحه. انا وايد احب سيتي سكاي لاين وبغيت احصل طريقتي الاقتصاديه الخاصه فيني حقيقه، ومش الطريقه. خلينا ننزل تحت الارض. وهالكومنت ياني بعد على فكره من الكومنتات اللي انا ابدا ما انتبهت عليها. انزين وبنمد خط كهرباء لين وين؟ لين واحد. ليش ما اسوي، ما في شورت كات حقه بيكون احلى. بالي اتعلم الشورت كات كلهن صراحه. انزين ونحطي هني كونكشن خارجي بس على اساس يبدا يمدنا، وبيستوي بالطريقه هاي في درب داخلي اقرب للكول او للفحم وبي عندنا. هذا المفروض ينقص الاير بولوشن مالنا، وبعدين في مرحله لاحقه شو بسوي انا؟ بقعد بشل العمدان اللي انا وصلتهم قبل خلال المدينه هاي، كانوا مخربين المزارع مالي لو تذكرون. فشوي شغلانة يعني صراحة لأني حولت الصناعات شوية. فالاير بولوشن مفروض يتغير اتجاه الحين لاتجاه منه البحر. الدمبستر وهالسوالف بعد نفس الشيء. أنا الصراحة ما كنت حاسب حساب الاير بولوشن بالطريقة هذه، ولكن على ما يبدو أن الإحصائيات في سيتي سكاي لاين 2 أفضل من سيتي سكاي لاين 1. وشوفوا تحيدون هالمزرعة هاي الصغيرة هاي. انزين الحين الصادرات عندنا والواردات وهاي الاشياء شوي زادت، بس خلنا نشل هذا نرفعه ونوصل هذا الطريقه هذه بما ان اوريدي متوصل، وبخليه متوصل هنا في الترانسفورمر هذا ما عليه. هني طبعا اباندد ان هابي، الجماعه زعلانين. وعندي طبعا هني بولوشن جراوند بولوشن جراوند بولوشن. هل الشير ممكن يشله؟ الله اعلم. لكن ابى اجرب تجربه بسيطه اجتماعيه اني انا احط شو اشجار هني. البرش مالي بقوي، بسوي منطقه اشجار شوي كثيفه. هل الاشجار هاي راح تمتصل اير بولوشن؟ احيد في بعض الاجزاء ولا في بعض الاشياء اسوي نويز بولوشن، اشياء ما شفتها على الجراوند بولوشن. ولكن هذا الحين اير بولوشن مالهم مفروض يبدا يختفي باختفاء هذا على امل. انا اشوف الاشياء وايد تطول في سيتي سكاي لاين 2 لين تطلع جراوند بولوشن، على امل هذا ينقصه. عندنا ووتر بولوشن بروحه، نحن قاعدين نسبب هنا ووتر
بلوشن بسبت ايش اسمه ما عندنا كان عندنا ووتر تريتمنت بلانت وبامسحه ونسوي شو والش اسمه بروحه بمسح هذا الاندر جراوند وخلاص. مفروض عندنا نحن هني تريتمنت والتريتمنت نفسه شو يسوي هذا مفروض تشوفوا تريد ما عندي availability sewage treatment المفروض عندي عالي مفروض هذا يتولى. لكن هذا هل قاعد يسبب لي اي ground pollution؟ نعم قاعد يسبب لي ground pollution عند الهاي سكول فهذا بعد مشروع تغير. لكن الحين اهم شيء هل هذا بيوقف؟ المفروض نعم. اذا نسرع اللعبة شوي شوفوا قاعد يصغر شوفوا النظرية اثبتت انها شبه صحيحة. شوفوا وين البولوشن الحين عندي air pollution هني. هل الشير إذا زرعت أشجار أو أشياء محيطية ممكن تلغيها؟ إذا لا لازم نحول لصناعية كامل. الحين هاي مدينة طبعا تعتبر شبه فاشلة لأنها مدينة بدائية شوية زين، فممكن نغطي المدينة هاي بأشجار كثيفة بالطريقة هاي. طبعا في تفاصيل في اللعبة وايد روعة وأنا أتم أسوي زوم أوت أحس أني ظالم اللعبة وايد. طبعا الصناعات اللي مسوينها وايد خادمتني في أشياء. شوفوا هل هذا راح يمنع الاير بولوشن؟ الله اعلم. لكن هاي اللي يينهم اير بولوشن من الاندستريال اريا وي ويل سي يعني فيجيتيشن بس انا يوز تو ديكوريت ذا سيتي تريز جروز باسنج تايم. هاي المشكله انها تكبر مع الوقت مثل ما قلنا نحن في التوتوريال هذا، مع اني انا اظن اني سكرت التوتوريال لسبب من الاسباب ولا ما سكرت يمكن على بدايه هذه اللعبه. انزين انت الحين الجاربج ستورج واصل عندي حده، الريسايكلينج مش قادر يشل لود المدينة، مع أن نحن شو مسوين؟ لا إله الله تريتمنت عندنا هني، هذا يسوي تريتمنت حق 6 تن زين؟ مفروض بروسنج سبيد 6 تن بير مونت زين. الحين حتى هذا راح ننقله إلى أماكن جانبية، يعني حتى خلنا نسوي لنا بوز شوية، حتى هذا لازم ينتقل إلى مكان نفس وين؟ نفس هذا بعيد. بيكون هني على الأغلب في مجموعة مواني وأشياء not enough money to move it للأسف، ما في فلوس ما في كفاية. بس بنجرب على شو؟ بنجرب على اللي هي التجميع أن نحن نعدل. الحين عندي هدف جميل الصراحة، أنا استمتع في الشغلة هاي أني أقعد أحاول أعدل الاقتصاد قدر الإمكان. اليوم ما عندنا اقتصاد صح؟ فنحن عندنا تارجت ولا هدف ان نحن نعدل اقتصاد المدينه. كيف نعدل اقتصاد المدينه؟ بنسوي اجراءات تصحيحيه، نفس الضرائب عندنا، اشياء عندنا. مش بالضروره كل مدينه نبداها تكون ناجحه. صراحه انا ما طالعت توتوريالز بشكل كبير، حاولت اني استمتع بالموضوع اكثر من اني اقعد اقرا توتوريالز وتجيني اشياء شو جاهزه. فبتشوفوني في اشياء وايد انا مش عارف انها، لكن سعيد صراحة اني مش عارف ان هالحين هذا بيصير يجمع. لكن نحن واحدة من الاشياء اللي انا اباها intersections او اشياء شو مثلا هاي شو عندهم مشكلة، لحظة هاي عندهم مشكلة كهرباء اظني صحيح تين اوف الكتريسيتي اظني هذا لاني انا ما موصل اي خط رئيسي او ترانسفورمر صراحة. بس هذا حله بسيط يعني انا ممكن انزل لي ترانسفورمر ستيشن جنب وحدة من هايل ونمدله خط من تحت الكهرباء من تحت الأرض من تحت الكهرباء. هذه قوية شوي صح زين. فنبدأ نمد حق هايل كهرباء عن طريق شو المحول ولا الترانسفورمر، بيمشي أمور الجماعة اللي موجودين هنا. بالنسبة للإير بولوشن أنا مش متأكد من الإجراءات اللي أنا قاعد أسويها، وفي احتمال كبير أنها تكون خاطئة، لكن أنا شفت الهواء كان توه بالطريقة هاي. ففي جراف ولا في طريقه للهواء تمشي. الحين هذا قاعد يسوي اير بولوشن على المدينه واللي هو مش قادرين يسوون اي شيء. بس حاليا ما عندي الميزانيه الكافيه حق شيء نفس هذا، لكن هذا بالتالي بيكون عنده 10 سيارات وشغالين ما عندنا مشكله. الحين اللي نبى نسوي نوفي الاحتياج التجاري. الاحتياج التجاري عن طريقتين، اول شيء هذه العماير اللي بنيناها قبل تذكرون تحتها محلات، هاي اشبه بالواقع ترى فكره زين. وعندنا سوينا منطقة ثانية اللي هي هني يشوفونهم، خلينا نشوف أشكالهم، أشكالهم جميلة على فكرة، بس يبالنا طريقة حق توحيد الأشكال تقريبا، بس بنشوف يعني كيف وضعهم. بينما هذا يحتاج جريت تاون على أساس إن إحنا نقدر نسوي
بالطريقة هذه. فالحين بنبدأ نبني محلات، وتمنى المحلات نفس قبل ما يتأثرون بالبلوشن وهاي الأشياء. أنت شو عندك منزعج منه غير هذا؟ حتى انهدم مسكين. خلنا نحطي لك نشل عندك بانل ريفيو ونهدم البيوت اللي فاضية ونشوف شو راح يكون أكشن اللعبة، لأن قبل هذا كان له أكشن مختلف شوي اللعبة طريقة هاي. أنا أبغى أشوف شو راح يستوي. إنزين، أنت تزعل مني مو مشكلة، الحين أزعلك مش قوية. إنزين، الحين طبعًا إحنا مسوين زون أوت هني حق بيوت، بغيرها شوية في الوسط إلى محلات أساس نتفادى بعض الأشياء ويكون منها عندهم خدمات الجماعة. المزرعة للحين ما بأشلها صراحة، ما أحس إني أبأشلها. لايف ستوك هاي مزرعة دياي، بس بنشوف الحين. هاي اللي مش مستانسين ترى ابدا يعني، لانه ما عندهم شيء، قاعدين في زاوية بروح بساكين. انزين، كفكرة عامة الحين الاشياء الصناعية قاعد تنقص، بس الاشياء الصناعية انا قلت شو بسويهم. ما عندي اراضي وايد فيرتل انا حاليا في المنطقة هذه، صراحة عندي فيرتل بس هني، يمكن ازرع شوي قلت جزر الطريقة هاي. ما اعرف هل الفكرة جيدة اني لازقة في الشارع، فكرة سيئة، وما عندي اي فكرة، بس بكتشف هذا مع الوقت بعدين تعرفون. الطريقة هاي، تعال هل يا الله هاي الفلسفة الزايدة. Stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. This is Second Moon with J. Thomas Hornbuckle. Before we dive into our next selection, I'd like to take a few overlapping items. أنا كيف قاعد أسوي overlap حق شيء وراي؟ صبر. يا ترانسفورمر ستيشن صح، بس الحين نحن أصلاً الكهرباء جاية لين هني دايركت. فنحن اصلا هذا الخط فعليا ما نحتاجه، قبل كنا نحتاجه الحين ما نحتاجه. انت متوصل في هذا؟ هي بس خلاص الخط ما نحتاجه، لان الكهرباء جايه دايركت من الهاي واي العام، معناه ما نحتاجه. اللي كان مسوي لي مشكله الحين استوى، ما ادري ليش بس يسوي لي يا ريست. فمرات مستوي افضل اني اسوي بالطريقه هاي، شغل عيازه صراحه. ليش؟ لان الحين دام هذاك مال الكهرباء راح والترانسفورمر راح، معناه نقدر نسوي شو بالطريقه هاي. الطريقه هاي استوى عندنا مزرعه جزر صح حطينا، ولا انا شو حطيت اصلا؟ هي مزرعه جزر. نعم، زاد عندنا مزرعة جزر. طبعا قد ما نحن انا قد ما اقدر راح احاول ازيد الدام عندي عمال طبعا هني، لان ما عندي وايد. انزين، راح احاول ازيد كمية الانتاجات المحلية عسب اقلل الاستيراد، لان الاستيراد هذا بيسوي لي مشاكل. ففي البجت قد ما اقدر ابى سبسيدريز والاشياء الثانيه تقعد تدخل لي فلوس 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 لين نضرب فوق البريك ايفن. بس الحين المشكله هاي اللي ياخذون مساحات جباره. صح، في حد ثاني خبرني عن شيء والله الحين راح انبالي. يا الله يا الله، هاي مشكله. بس هل هذا يعتبر صناعي؟ المفروض نعم. يوم منين طالع الحين هذا يكون عباره عن صناعي وليس. شوفوا فيها ورك بليس، ورك بليس اماكن هني فيها ورك بليس عالي، لان هذه مال وناقصنهم موظفين انا احيد. ايوه بالضبط. بس هذا شو يحتاج؟ محتاج ان ادوكيتد، يحتاج بورلي ادوكيتد ثانويه يعني ما يحتاج وايدين، ما يحتاج الكميه الضخمه. نحن الحين مشكلتنا ما عندنا جامعه، لكن عندنا شو؟ كليه. لو تذكرون سوينا الكليه هاي وفيها 500 نفر فيها، مش انه ما فيها، بس مستوى الادوكيشن بشكل عام عندنا
مش لا سيء ولا جيد. الليفل مال المباني وايدين واصلين مثل هاي اللي تشوفون ليفل كم 3 اكثرهم على ليفل 3 لا اكثر ولا اقل. انزل انتوا ليش زعلانين؟ لحظه اير بولوشن المفروض حلينا موضوعكم انتوا بالذات من بين الناس. هاي المفروض حلينا موضوعهم صح؟ شوفوا لا شبه نقية يعني، بس هذا اذا نحوله اوبا 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 not enough money. اظني باخذ لي لون، اول لون والاول قرض راح تكون بمليون في اللعبة، واللي راح الاغلب يكسر ميزانيتنا ويسوي لنا مشاكل، بس عادي مش مشكلة. راح نحوله هني ونسوي له ابجريدات. هازارد زويس سيجنيشن لارجر اموت اوف ستورج، هذا كم زيادة؟ 50 طن زيادة. حطينا نحن قبل يعني ما اعرف، بس هو هذا ما يلزق بطريقة مختلفة. المشكلة انا منوط بشو ولا محدود بالش اسمه نفسه بالمبنى نفسه يعني. اوكي انا حتى لو عندي ابجريد زياده ترى ما اقدر ازيده، خلاص استوى المكان عندي فل الحين، عرفتوا؟ فهذه مصيبه ثانيه عندي. بروسيسنج سبيد زاد 2 طن ترى ما يسوي شيء يا جماعه. فبالتالي بما انه صار عندي منطقه اصلا بعيده عن المدينه كاير بولوشن، على الاغلب بروح لمحطه حرق صراحه، لان نحن على اشراف مدينه جديده واللي هي هاي شوفونها. فهذه بعرفين يمكن سنتريشن بلان، واتصور هذا البروسيسنج ماله بيكون نسبيا عالي. بروسيسنج 40 طن، هذا بروسيسنج ماله 14 طن. كم الويست انا عندي؟ شوفوا مثلا كلوز حاليا بيك تاون، انزين لاندفيل اوريدي والبروسيسنج انا عندي 11 طن قاعد يستوي بروسيسنج فعلي، فما منا فايدة. فبالتالي راح انجبر افتح هذا. والشيء الثاني اللي انا ضربني فضول عليه التقاطعات صراحة والباركينجز. ادري في ناس الحين في الكومنت الباركينجز مرة ثانية، انزين فبنحطي محطة حرق سعرها 1,000,000 ابوك اللي ابو، بس كل اضافة كم تضيفنا؟ 25 طن بروسيسنج. اهم شيء عندي الحين اشوفوا البروسيسنج يطلع عندي garbage processing status، garbage عندي 80 شيء طن يعني. فانا عندي كميه فعليا خرافيه. الله هذا شوفوا امتداد بس زياده، حلو يا اخي. هذا شو storage 250 طن، upkeep 40,000، upkeep عالي، هذا upkeep 25 طن، عفوا 25 processing بعدني شوفوا بالرصاصي. فانا عندي البروسيس وايد عالي، فممكن صراحه هذا ما قاعد يسوي لي شغل جبار، ممكن اتخلص منه وهذا يساعدني في التركس مثلا شوي زياده نحط له جراجات. الحين هذا اذا احط واحد منه زياده بالنسبه لي يسوى اكثر من ذاك صراحه، لان البروسيسنج ماله عالي جدا. الحين هذا البروسيسنج التوتال ماله كم لازم يكون؟ بعدني قاعد اتعود على اماكن الارقام، 65 طن يعني بعده بيرتفع. زدنا سيارات، خلنا نشوف شو بيستوي مع هذا. صراحة أنا أشوفه شوي أفضل من الثاني، بس الأبكيب ماله وايد عالي. الشيء الثاني اللي فتحناه اللي هو باركنجز ضمن الشوارع، عندنا انترسكشنز. عندي هذا الانترسكشن، شوفوا بدل ما أنا قاعد أرسم 4 ساعات عندي هذا فنان، هذا فنان أحلى من اللي نسونا 1,000,000 مرة. هذا ضخم، هذا انا بحتل العالم ما اعرف ليش. هذا وابو كلبو، هذا فنان، هذا ماستر بيس، بس هذا ماخذ مكان دوله يا رجل. انزل نحن سوينا الحين مجموعه تعديلات في اخر 19 دقيقه على المدينه على اساس تعديل الاقتصاد، ولازم نشل الووتر تريتمنت بعد من المكان لان الووتر تريتمنت قاعد يسوي مشاكل. ف بندور مكان فيه ماي نفسه هني، انزين او هني شوفوا انا هني عندي ماي، وبنحول
الووتر تريتمنت مالنا نسوي له ريلوكيت على واحد من الاماكن اللي هنا كلها تلوث، الاغلب مكان نفس هذا. شوفوا بنحطي هنا، طبعا ما يحتاج على فكره فعليا ما يحتاج، بس انا ابا يكون ضمن ثيم عند المي. ونشبكه في وين؟ في الشارع، والشارع مفروض يشبك لك كل الخدمات اللي يحتاجها، سواء كهرباء سواء صرف الصحي، واللي هو الحال الطبيعي اللي مفروض قبل كنا نمضي ساعات بس نشبك ماء الصراحه، وكان مش صح. انزين، هذه المنطقه على الاغلب راح احافظ عليها نفس ما هي، لان فيها شو مثل ما تشوفون ماي، واذا بحطي مزارع بتكون حولها. ان شاء الله التلوث ما ينزل علينا مره ثانيه هنا. اللي هو اتجاهه يتغير، هذا موضوع ثاني لازم نحسب حسابه. هذا ويست تريتمنت بلانت، انا عندي واحد صح ويست تريتمنت بلانت، هل هذا ياخذ مني اكثر من اللي احتاجه؟ لان الحين سي ويست تريتمنت بلان، انا برودكشن 1.something مليون، بروسيسنج بطريقة هاي. زين، هل هذا كم برودكشن ماله؟ تريتمنت 300 وشيء الف، اذا مسحته من الوجود شو راح يستوي في الاحصاءات مالي؟ راح تكون جيدة، فخلاص ما يحتاج. فهني حاولنا نطلع من المدينة قدر الامكان مصادر التلوث، وهذه شوي شوي مثل ما شفتوا من ساعة ويبدأ يختفي من عندهم، الا اذا صناعية لفت عليهم، بما معناه اصلا الصناعية ما تنفع قريب المدينة وما تنفع مكان عالي، مفروض تكون مكان بروحها على امل وهلما جرى. انزين، هني ما في شيء عندي ثاني يسوي تلوث، فانا بخلي احنا في بكتون. انزين، عندنا مجموعة اشياء، احنا الحين مستوى السعادة عندنا جيد الى هذا، فهمتوا علي؟ الهاي كرايم هو واحد من المشاكل. الهاي كرايم احنا ممكن نحاول نوسع مركز الشرطة بدون، لان الحين عندنا ابجريد. انا مسوي الابجريد ماله. هذه مصيبة. خلنا نشوف البوليس، نحطي لنا بوليس ديبارتمنت حق هذه المنطقة عند الحديقة. الطريقة هاي مفروض يغطي لنا معظم الجرائم. مشكلة هذا قاعد يرفع علي الكوست بشكل مرعب. زين، كوست انا تقريبا يعني حاليا مش قده. زين، بس مجبور اني ابدا احط شو الاشياء هاي هني. الحين هاي الاشياء كان المفروض شوي تغيرت بشكل عام، لكن التغطية استوت احسن، ولكن بعدنا في شوية اشياء. هاي رنت معناه لازم نزيد البيوت او ننقص التاكس على الناس. انا كنت رافع التاكس بشكل مرعب على بعض الفئات لاني ما باها تطلع بشكل كبير، بس ممكن ننزلها شوية حتى على الصناعية، ممكن ننزلها حبة، بس هذا بيضرب ميزانيتنا. بس احس عادي ان مفروض الصناعات اللي موجودة تبدأ تغطي علينا شوي شوي، ولا هاي رنت مفروض يبدأ ينزل. Education system is amazing, happy to live in the city. اوكي، ممتاز. الحين انت شو مشكلتك في الحياة؟ هيرسس بيونك. انا عندي وايد، اذا ما عندي اكثر خلاص ما اقدر اغطي لك اكثر حاليا، لان occupied capacity 5000, occupied 300, availability this 19, capacity handling capacity. ليش ما عندي handling capacity؟ انا احيد حطيت واحد هني somewhere here حقيت صح، لأن ما أتذكر صراحة إذا حطيت واحد، لا شكلي ما حطيت. فعلى ما يبدو إني لازم أضيف وحدة من الخدمات. هاي بعد كلينك الأولية مالنا، تذكرونها؟ هاي وحدة من الخدمات اللي أحس ممكن أضيفها في مكان شوي استراتيجي قدر الامكان. ما عندي اماكن استراتيجيه فعليه صراحه حاليا، حتى عند القطار، وهذا ما يعتبر استراتيجي عالي. طبعا كان في مجموعه من الاجراءات انا، ولا مجموعه اجراءات اتخذتها على اساس اني اغير شوي شكل الاقتصاد العام وديزاين المدينه بشكل عام. انا اشوفه سيء، يبالي تعديلات ضخمه.
للأسف صراحة يعني أتكلم. إنزين، أنواع البيوت اللي عندنا، أنواع البيوت، في عندنا لورنت هاوسينج، هذا في عندنا، هذا في عندنا، هاي دنسيتي أبارتمنت ستايل اللي هي نحن يمكن ما حطينا منها للحين، بس بحطيها على الشارع العام على أساس تسوي لنا شوي زحمة، وبحطي مقابلها بالضبط الدكاكين، خلها تطلع عماير صغيرة ما عندي مشكلة الطريقة هذه. زين، وعندنا اللورنت هاوسينج بنعبي المكان بالطريقة هذه، بنبدأ نعبي، نسوي تعبئة خفيفة للأماكن اللي موجودة بشكل عام. طبعا بلوشن عندي ما خف، نقدر نقول الشير ما أحسه سوى الضغط الكافي على أساس أنه يخفف من الحمل اللي موجود على المدينة، ولكن عادي. انزين، في أشياء عندي على فكرة، أنا ضفت شارع خارجي على المدينة يعني صوب البحر بشكل خفيف هني، يغير طريقة الشوارع حلوة، وتغير وايد من خلنا نقول ستايل المدينة في هذا المكان. عندنا أنواع جراجات وعندنا باركس وأشياء. انزين، عساس نشوفهم بس نقدر نشوف مكانهم هني. هذا جراج صغير، هذا جراج أكبر، هذا جراج أضخم. انزين، هذا ممكن يكون مكان مفيد بالنسبة له، بس مش هني، إن هذا يأخذ كم مساحة جانبية؟ 6 × 10. إنزين، ممكن نحن نجيب 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12. ممكن أجرب الطريقة هاي، الطريقة اللي تنحط فيها الشوارع بعد حلوة بالطريقة هذه. بس ممكن نسوي مشكلة، تعرفون شو اكتشفت؟ هذه حق على أساس حق المدرسة، ولكن اللي اكتشفته ان في مباني نفس هذه فيها كروس ووك الحين، صح حق مشاة، بس لو اجيبه احاول اشبكه ما اقدر. شوفوا الحدائق الاوليه كنا نقدر نشبكها، الحين هذه الحدائق منعزله، لو تشوفوا فيها ممشى ما اقدر اشبكه في ممشى خارج، وهذا شوي سيء، مش شوي، وايد سيء صراحه. المفروض اقدر اشبك المباني اللي موجوده، لا بما ان انا عندي هالامكانيه ليش ما اشبكها؟ في حد يستعملها اصلا؟ والله عليها فيزا نقدر ندخل من الحدائق والأشياء فلوس، فلوس طيبة يعني. ترى هني السيرفيسز عندكم لتون عند الباركس، الباركس مفروض ما يكون مجرد مينتنس، مفروض يدخل لي فلوس بعد. فالسيرفيسز فيز، شوفوا هني على اليمين تحت، مفروض ما في بينهم باركس، شوف باركينج فيز دخل بينهم. فالحين الباركينج مكان منه فايدة فعليا، إذا نتكلم يعني إذا أنا عندي زحمة في شارع معين في سيارات نفسه هنا، يشوفون المكان صح، ممكن نضيف عليه إضافات خفيفة، مواقف صغيرة. المواقف هذه راح تخدم هالمرة هدف، قبل ما كانت تخدم عندنا هدف فعلي، الحين المفروض أنها تخدم هدف وتزيد المساحة اللي موجودة للناس. مثلا ممكن نسوي هنا، بوزع مجموعة باركينج عند المدينة هاي، في ناس زعلت، في ناس استانست، لأن هاي الاندستريال فعليا. انزين، ففي أشياء صارت تتعامل بطريقة شوي مختلفة صراحة يعني. هذا ما كان مال المشاة، كيف سيارة هني بتدخل البركن، وكيف أقدر أحط سيارة هني؟ هذا السؤال. في حد يستعمل المواقف هذه أصلا نحن حطيناها؟ ما أشوف حد هني، هني هالمكان زحمة، في حد هني؟ وفي له مدخل من الشارع، بس بعدها سيتي سكايلان ما تسوي له مدخل، يضرب رصيف. هذا شيء من الأشياء اللي أنا مش فاهمنا يعني فعليا. في حوادث بس ما شفت حوادث عندي بشكل فعلي تستوي، هل الشوارع جيدة عندي تصميمها؟ هذا شيء ثاني. الحين الشيء الثالث اللي أنا وازن اقتصادي، اللي قمت أحطي البرودكشن هايل، لأن على ما يبدو هذا يستهلك وايد فلوس، بس أحس محتاج تفصيل أكثر في اللي أنا قاعد أسوي يعني. شوفوا هني أوكي، باركينج ما قاعد أدخل عليه درهم، برايه بابلك ترانسفورت ما قاعد أدخل عليه فلوس، ما عليه توي يبقى أحط الباصات، السيرفيس تريد ما يدخل عليه فلوس. مثلا إذا بنحط باصات عندنا لاين، بس ما قاعد يدخل، هني يكتب لي دخل بس هناك يكتب لي ما يدخل،
هني لاين واحد، هني ما في لاينز بالنسبة له. القطار مو بشغال عندي، أنا كنت مسكر إنه ما أدري إذا شغلته، بس ما قاعد يعطيني اليوزد ولا اللاينز ولا واتيفر. أظن القطار بيكون داخلي مش خارجي، أظن الخارجي يمكن يكون من هني. vehicles and maintenance 1 إلى آخره. هذه أنا عندي 16 vehicle أعرف قاعد أستعملهم وأصدر أشياء. على فكرة من شبكة الخط الاقتصاد مالي قام يدخل فلوس، لأنه شوفوا كمية الأشياء اللي موجودة فيه التخزين، 3000 وشيء طن. يعني عندي إلكترونيات، خشب، يعني بلاوي عندي. بس مش عايبني الشارع، أنا ما في شارع مفصول نفس أيام قبل، ولا هذا في المينتننس هني اقدر افصل الشارع مثلا، اقدر احط هني شير، اقدر احط هني اي والله كروس ووك، اقدر احط ممشى نورمال سايد ووك، ساوند بارير اقدر احطه، بس هذا حق الهاي واي يصور بيكون. ايوه اقدر احط عازل صوت، واو. بس اللي انا ادور عليه with divider in the middle two lanes، يعني الحين هذا اقدر اطلع سيرفيس بس ما اقدر اسوي شيء. يعني divider انا موجود عندي في الاربع شوارع بس ما اقدر اسوي له شو. والله يستوي تصدقون، انترستنج، ما كنت اعرف اني اقدر اسوي ابجريد بالطريقه هاي. نايس، اللي يبغى يروح الدوار وي. مش عايبني سالفه انهم يخطفون نص الشارع، تشوفون هاي الخطوه مش عايبتني لان في عندي وايد اشياء. ولكن بعد الشارع هذا بحد ذاته ترى سيء، يعني اذا انا اجيكم الارض الواقع هذا وايد سيء، حطته سيئه جدا. فممكن اني اصلا الغي هذا الشارع زين واحط هني دوار عود، انفاليد شيب ممكن اذا ثغره. ايوه زين، اذا احط دوار عود هني الطريقة هاي شوي مربع بس احسن من قبل، بيزيد سهولة الحركة للمكان يعني بشكل اساسي. ونفس الشيء هالدوار مفروض يكون مشبوك في شارع ثاني، بس وين الشارع الثاني؟ راح ممكن اشبكه هني من ورا، بس على اساس شو براويكم الطريقه اللي تنشبك فيها الشوارع الحين، فيها جماليه صراحه. خلنا نرفع شوي، ممكن اشبكه هني على طول على اساس ان في حركه صادرات تكون جايه من هني. يستوي احط شارع فوق شارع بسهوله، هاي الحركه كنت ادور عليها قبل، بس يبالي شوي الكنترول اضبطه بشكل مختلف. لازم ابني الشوارع من الوسط وبعدين اوصلهم بشكل اساسي. شوفوا على طول قاموا يستعملون الهاي واي، هذا الشيء مطلوب. بس هني مثلا من الحركات التنظيميه الدوار اصغر ما اقدر اوفرلابنج، اوفرلابنج بس عادي المفروض ما لزق في الشارع. يعني هذا السؤال اللي كنت اساله نفسي. الحين اللي يبي هني لازم يرجع اخر شيء، يكون محترم في دوار صغير وسط لنا شاحنات، يرجع على الدوار ذا هل ما اقدر اشله. لحظة صبر 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 صبر، شو تو استوى يبنى العيد ترى. ايوه شي احسن، اوكي. فدوار صغيرون على اساس اليوتيرن هنا، يوتيرنين حول المكان، ابو المكان تزيد حيويته، شبكته بشارعين. بس الجسور بشكل عام ممتازة ترى. بس الحين بما ان نحن عندنا انترسكشنز، طيب فكره صناعات قاعد تدخل علينا فلوس، انا كل ما قاعد اعدل وياكم فلوسنا قاعد تزيد ترى. في اشياء نفس هاي، شوفوا
خلنا نسير مكان فاضي عشان نقدر نشوف. شوف نفس هذا، هذا شكله بعد حلو وينفع هاي واي. عندكم هذا شكله فنان بس بعده شوي نص نص، بس هاي اشياء وايد ضخمه اكثر من انا اقدر اتعامل وياها حاليا. هاي ممكن بعد ازيد منفذ اذا هذا الانترسكشن كان عدل اساسا من الاساس زين، وهذا كان عدل كان ممكن ازيد منفذ، بس انا تصميمي خاطئ من البدايه فما منه فايده. فالحين اتوقع الحل المثالي يا الكومباكت هذا هو احسن شيء يمكن يركب مكان الجسر ذاك. ليش؟ لان الهاي واي يكمل دربه فوق، بس هل عندنا هاي واي رايح راد مقسوم؟ لا، هاي مشكله ثانيه، معناها اذا ما بيستوي هاي واي فانا ما راح اسوي. هذه الاشياء اللي انا احطيها في الحسبان يوم انا بحط شيء، مثلا اذا بحطي هذا هاي واي، هذا فنان يطلعون يدخلون في دوار بسيط، بس احسه بيسوي زحمه، احس الدائري زحمته اقل، بس هذا قابل للابجريد يعني زين. هذا انا بش بتفاهم معه بعدين خلوه. هذا معناه اذا نحن نشل هذا الهاي واي مو مشكله، هذا بنوصله نحن كله. هذا الهاي واي كامل اللي انا سويت اخترعته من الزيرو يبالنا نشله. الحين نقدر نسوي دام ان ضاغطين كليك الطريقه هاي، والمفروض ان هذا الحين يركب هنا دايركت على هذا، بس ما قاعد يضبط معي كقياس. لكن هل من الممكن؟ لا، لازم اشله كامل. يعتمد، اذا القياس مالي كان مثالي كان راح يضبط بدون مشاكل، بس القياس مالي للاسف بيض، عفوا على الكلمه يعني، فما عليه. الحين المشكلة الوحيدة اللي راح تستوي دائما راح يوقف منه هذا القطار. إذا وقف القطار بشكل دائم فأنا في معضلة نوعا ما. أنا هني أبا يتحمل زحمة، فهني أربعة ثلاثة، هني أبا أربعة، هني إذا قدرت أسوي كلهم ثلاثة خير وبركة. طريقة هاي يسار، طريقة هاي الصوب. الحين اللي نبغاه هذا يكون سيدة وهذا يكون سيدة بالطريقة هاي. هاي ثلاثة صح؟ الرابع طالع منها، ونحن نبغى هذا يكون بالاتجاه هذا وهذا يكون بالاتجاه هذا، وبعدين يكمل ثلاثة، يدخل ثلاثة بس. ها حق زحمة المدينة، إذا زحمة المدينة ضبطت معاي يكون فنان. أيوة شوفوا الحين هذا يلين هنا، بالتالي هذا يكمل ثلاث شوارع فعليا قدام عندنا. نقدر بكل بساطة نسوي خط ثلاث شوارع بالطريقة هاي، بس باقي لي بقريد آخر خط بالطريقة هاي. بس المشكلة هني إذا سوالي زحمة هذا أنا راح على قولتهم انتكب نكبة راح تكون. فخلوني أحاول أيوة بالطريقة هاي. شو نسوي؟ نبعد اللفة هاي عن هاي أصلا أفضل بمراحل. الطريقة هاي خلي ينزل على راحته، وهذا الطريقة هذه الهاي واي راح يدخل من هاي واي. شو ثاني؟ طبعا خطوط الكهرباء هاي كلها راح تخلص منها، راح تستوي اندر جراوند، وعساس نتخلص من الموضوع بشكل كامل. هذا ثلاثة اثنين مش ممكن لا. وهذا شو بنسوي؟ بسوي له مع ديفايدر ابجريد من البدايه قدر الامكان في الوسط، احطي هذا مع ديفايدر. هذه الوضعيه افضل بالطريقه هاي على اساس يكملون طريقهم بدون يترنات وفلسفه ما لها ما يتعرفونه. والحين
الجزء الحلو في التولز اللي ذات شو الطريقة اللي أشبك فيها الشارع. يعني الحين أنا يوم بيكم بختار هذا التول، شوفوا الخط يعطيني 1 2 3، ممكن من الوسط، ممكن أقول لا من هنا، ممكن أسوي اللي هو فرر الرود، شوفوا بالطريقة هذه هو أوردي سوالي البرر الرود على أفضل ما هو يقدر عليه. مش زين ومش سيء صراحة، بس أحسن من الوضع السابق اللي أنا كنت فيه بشكل عام. بس الكهرباء أنا نسيت موضوعها، نحن في الماينس، معناه نحن نقدر نسوي كونكشن أسفل الهايوي بالطريقة هاي. فالحين تغير عندي طريقة الهايوي بشكل كامل يعني صراحة، على أمل أنه يخدم المدينة أفضل. بس والله أشك على التصميم هذا، أشك صراحة، لأن هذا شارعين يروح لكم شارع، إلا إذا هذا نجح نخليه من هذا الاتجاه، شو شارعين من هذا الاتجاه شوفونه، بس ما أقدر لأن في تحته شو أنفاق من الوسط سويته وراح أندم لأن شكل راح استوى قبيح. فهل هذا إذا كان عندي موف التول فقط، موف التول كان راح يحل لي كل المشاكل هذه، بس موف التول. الحين أنا مشكلة اللعبة لو كانوا وفروا لنا هذا التول كان يا الله. بس بشكل عام مش سيء، حس الناس تقدر تتصرف شوي بحرية وأريحية. التحكم في الشارع نحن ممكن عندنا تحكمات بسيطة كإشاير، مثلا لف يمين سيدة فوق تحت إلى آخره، ساوند بارير وهالمجرة ممكن نحطي، ولكن ما مبايد خلوها نفس ما هو. بس هم هذه يبالها حلول اللي هي تمب، لو تحيدون تمب نحن كنا نستعمل هي أفضل الحلول. نحن ممكن نسوي إشارة بالطريقة هاي، ولا هذا نحن ممكن نغيره صح؟ طب ما نقدر نشله، نقدر نشل هايل طريقة هاي. نقدر نحط ستوب حق منو، حق الجماعة هايل اللي جايين. مشكلة يجبرني احط الستوب حق الكل، شوفوا فالستوب ماله مش عملي فعليا، مش قادر اشل الستوب من قدام. شوفوا هنا الاشتب اللي هنا مسوي أزمة عالمية. أزمة سوبر عالمية مسوي لي. نشل الاشتب عنهم، خلي نشوف كيف يتحركون. والله هاي يبالها شوي لعبان زين، لأن هذه الحين معاناة القرن العشرين، ولا معاناة القرن المليون حتى مش العشرين، اني اشل الاشاير من هنا. بس بتمشي على امل، على امل تمشي. هاي شو عندهم افسح الطريق؟ لا انت افسح الطريق مش مفروض عندك انت، يعني افسح الطريق بشكل عام هاي المفروض مش عندهم. عرفتوا هذه مصيبة. خلنا نشوف شو راح يستوي. بس مش سيء مش سيء، عندي ترافيك، عندي أشياء، عندي هذا. بس هذا يتحتم يعني ولا يلعب دور كبير، لأن لو هذا التقاطع كان صحيح كان شكل المكان شوي بعد مختلف، وكان عندي منافذ مختلفة بعد من هنا. هو دائما الجسور خلنا نقول شو اسمه أفضل، الجسور الدائرية دائما أفضل. زين هذه بعدين بقعد على المشكله هاي وعلى الشارع المعقد هذا الاستوالي تو سبه النفق، بس اتس فاين يعني عادي شغاله للحين. زين اسمي ضيعت لكم وقت على شوارع وعلى اشياء، لكن كيف الايكونومي؟ الايكونومي مالنا تعدل وايد،
يعني بدا يتعدل. شوف البارك نات قام تدخل فلوس على فكره حقنا، يعتبر خدم زين، في اشياء قاعد تدخل فلوس. بس بشكل عام طريقه عمل الميزانيه في سيتي سكاي لاين 2 اصعب من سيتي سكاي لاين 1. شوفوا هذه المحلات طلعت، يا سلام شوفونا، هذه يتحتم علينا شراء مجموعه اراضي هني واسوي مدينه سكانيه ضخمه. ليش؟ لا لان اساسا يعني الصراحه صعب التعامل مع المدينه هاي بالطريقه اللي هي عليه. بس اخبار الريسايكلينج، الريسايكلينج شكله جيد الى حد معين، الى حد معين. ابجريدات اكثر من شيء ما نقدر نسوي، ان نحطي واحد زياده وايد مكلف راح يكون. ليش عندي وايد خدمات؟ بشكل عام محاوله الاصلاح جيده، انا ما اقدر اقول انها سيئه صراحه، لكن انا اللي اكتشفته لازم الصناعيات يكونون مكان بعيد ويكون بينهم مواصلات ضخمه نفس المدن الواقعيه. في اشياء ثانيه نحن ممكن بعد نسويها، عندنا مينا ممكن نحط الحين مينا سايد سيوي، شو هذا زين، عندنا اللي هو الكارغو هاربر هذا زين، ممكن الكارغو هاربر ترى على فكره هني مكان انه جاهز حق الكارغو هاربر هني للمعلومه، انا ممكن الحين هذا نسوي صراحه، مع اني شوي ما كنت ابغى اسكر الموضوع، لكن الهاربر هذا فتح عندي. ولو عندنا تولز اشياء تخلينا نحن شوفوا، واو يا الهاربر واو، ويعطيني المكان اللي تلتف فيه منه البواخر، واو هذا شو يسوي؟ هذا يشبك الخط بالخط، اوكي سو فنان. بس ما بأشتري هذا عسب اسوي هاربر خط يا اخي كارغو، ليش يا اخي؟ والحلو مخلي لنا الشارع نوعا ما اظني، اذا اللي فهمت الحين من الشكل لا مفتوح، يعني ممكن اخلي اي شارع تقريبا نباه. طبعا عند هذه الاماكن انا دائما افضل شيء معزول من اتجاهين، يلفون ياخذون حركة دوار بسيطة. طبعا الحركة هاي ما راح تكون بسيطة هني، لان انا عندي في بالي شو بسوي، بجيب دوار ضخم حقهم زين، وهذا الهاربر راح يمتد من خلنا نقول داخل، يا حبيبي زين، هذا الهاربر راح يمتد من داخل المدينة، خلنا ناخذ من السنتر قياس بالطريقة هذه زين، وراح ياخذ من الجهة الثانية هذا شو، بس ديبوت، خلنا نشيل البس ديبوت نحطيه من ضمن الاستراكشر مال منو، مال الهاربر زين، وراح نشيل الباركينج هذا، ريلوكيت لين الهاربر والبس ديبوت زين، وراح نغير هذا المكان الى دوار ضخم، وراح نشبك هذا بالطريقة هاي. يعني صار عندنا منفذين للكارغو هاربر والاشياء، بس المشكلة قاعد يطلب مني اني اشبكه في منو، في البيض هذا اللي في الوسط، حلو، فعلى اساس اني انا اشبكه في اشياء ثانية لازم اسويها زين، لكن وين صار هذا هني، بعد جبالي انا تيخ خسرت اراضية بس حق هذا مينة، هذا سيء يعني بالنسبة لي، انا سيء صراحة. هل هذا اساسي؟ ما اعرف، هذا نارو بنحط النارو، ليش يا حبيبي مش قادر استعمل التول الثانية،
هذا ونقدر نسوي بالعكس. أنا ما أبغى يمتد. لا صبر 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 صبر. خله شوي يكون منطقي أكثر. زين. هذا معناه الحين أن الهاربر مالي موصول وشغال وعلي تكلفة 67,000 وميزانيتي قاعد تنزل، ولكن من قاعد سيدة حطوا فيه شو الجماعة أشياء سيدة، شوفوا 6 طن هذا 20 طن هذا، هذا معناه أنه أوبريشنال. والبحر ضخم، في جزيرة مقابلنا، في جزر، واو. ما احس الخريطه الضخمه فيها ضخامه، وشوفوا عندي الديماند كيف بار مره واحده على كل شيء. من حطيت الهاربر كل شيء زاد. ممكن اسوي مدينه كيوت هني الفيديو الجاي، عندي 7 اراضي نشوف ميزانياتنا كيف، خلي التصدير يبدا ان شاء الله يكون زين. يعني كارغو كرين، اوه اقدر ازيد كرينات، اقدر ازيد ستورج، بس ستورج سخيف، في اشياء وايد سخيفه هنا قاعد تستوي. هذا شو يسوي اصلا؟ ترين. اوه لحظه، اقدر ادخل القطار. وات، شكل الهاربر حلو بعد، جميل جميل. انزين، على امل على امل انا المدينه اللي قاعد ابنيها ما تنهار، اشوف الفلوس قاعد تزيد، بزيد في الصناعة، بنحاول نسوي امتداد جميل شوي ونبدأ نعزل الصناعات أكثر، وبنبدأ نشتغل ترانسبورت شوية صراحة، مواصلات، بما أن استوي عندي طلب مرة واحدة عالي وأشوف عندي مدخول، بنحط مجموعة الشوارع وبنبدأ نسوي أشياء أحلى. بندخل على ترانسبورت، على الاحتمال نفتح ترام مطار، اظني نحن مطولين يعني ترام وسبوي، لكن it looks like a good idea، فكره ممتازه. انزين، عندنا حدائق ضخمه اكبر، مستشفى ممكن نكبره، ونحن محتاج نكبر صراحه شوي مركز المطافي الشرطه، بس كله الحين استوى ديفلوبمنت بوينت. الديفلوبمنت بوينت ولا الاكس بي طريق، عن طريق بناء الشوارع هي، عن طريق سعاده الناس، الناس تعطيك اكس بي كل ما تكون حالها احسن، وهلم جرى يعني. بس انا بتشيك بس على الباركنجز مره ثانيه، سيرفيس فيس باركينج 000 اجين. انزين، فنشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم على خير، وان شاء الله ما اوقف عليكم السلسله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.